احيانا عندما تعجز ربة المنزل من 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 الغسيل، وخصوصا الغسيل الكبير اللي يلقى على عاتقها، مثل غسيل الزوالي اللي هي تصير بالبيت، هاي الزولية كبيرة تفرش على الأرض، يقول لك دفترين في زولية. صاحب جراج غسل في راوة وجد المبلغ وأعاده لصاحبه، 20,000 دولار، يعني دفترين وجدها أبو ذنون الراوي في جراجه لغسل السيارات والسجاد في قضاء راوة غرب الأنبار، في سجادة منزلية جلبها أحد الزبائن لغسلها، فأعاد الراوي المبلغ لصاحبه على الفور. خلينا نشوف الفيديو. هاي من الصباح جت تغسل زولية، فتحتها لقيت بيها دفترين 20,000 دولار. ادري صدمت كذي، طحت مكان طبعا الزولية كانت مركوحة برا، الله ستر، خطية. بس لا حد يقول لي منو شنو هذا ابد، هاي شنو باكم اقول لكم منو، خطية. انت في جراج سكارية، انت في امان. هذا هو أخلاق العراقيين.